FM. الكل ملك. كود كور. باش حب. ايوه اليوم 18 جويلية هو نهار نيلسون مانديلا، اليوم اليوم الدولي للزعيم مانديلا اللي زامن مع حلول الذكرى المئوية لميلاده من عام 1918 نيلسون مانديلا. هي ذكرى في الحقيقة للتأمل في حياة وتاريخ الرجل، تعريف برسالته اللي جعل من العالم مكان أفضل للتسامح والسلام. اسنام وأسست مانديلا باش تخدم على مجال مكافحة الفقر لجهود الزعيم في مكافحة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية. من السهل أن تكسر وتدمر، لكن الأبطال هم أولئك الذين يبنون ويصنعون السلام، هكا قال مانديلا في قولة من أقواله. قال زاد كيف يقال أن المرء لا يعرف أمة ما من الأمم إلا إذا دخل سجونها، فالحكم على الأمم لا ينبغي أن يرتكز على معاملتها لمواطنيها ولكن على معاملتها لمن في مستويات الدنيا. وبرشا كلام قالوا مانديلا. The very right to be human is denied every day to hundreds of millions of people as a result of poverty and the unavailability of basic necessities such as food, jobs, water and shelter, education, healthcare, and a healthy environment. As I sit in Kuno, my village, and grow as ancient as its hills, I will continue to entertain the hope that there has emerged a cadre of leaders in my own country and region, on my continent and in the world, which will not allow that any should be denied their freedom as we were, that any should be turned into refugees as we were, that any should be condemned to go hungry as we were, that any should be stripped of their human dignity as we were. في كلمة زعيم نيلسون مانديلا كان همه الحرية، وما أدراك ما الحرية والسلام في العالم. مانديلا الزعيم الأسطوري والرمز الأشهر لرفض ومقاومة العنصرية، رجل قانون في الأصل قرأ في جامعات جوهانسبورغ وبدأ يمارس في نشاطه ضد الاستعمار في بلاده من خلال انضمامه لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي. هذاك علاش نقاوة بار اكزامبل المرزوقي عمل حزب المؤتمر تأثرا بنيلسون مانديلا. القاو عليه القبض عام 1961 والتهمة التخريب والتآمر لقلب نظام الحكم، وحكموا عليه مدى الحياة بعد ما وصلت القوى العنصرية للحكم من الحزب الوطني عام 1948. قعد في الحبس 27 سنة، هذا اللي خلى العالم يوقف معاه ويضغط باش يخرجوه من الحبس عام 1990. خرج وترأس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وقاد المفاوضات لإلغاء الفصل العنصري في البلاد. العبرة في هذا الكل انه 27 سنة سجن ما قدرتش انه تسود قلب مانديلا. 27 سنة ما بدلتش مانديلا وما تكونش عنده الحقد والبغض والكراهية. 27 سنة زادوه إيمان وعزيمة باش المواطن في كل العالم يعيش في أمن وأمان وفي السلام. كاب اف ام الكل ملك.